اليقين بالله اني باذن الحق ولا اعرف. مبسوطه النهارده من اللي حصل؟ انا مبسوطه طبعا، مبسوطه جدا، مبسوطه اني عدلت ربنا، وان هم انا الحكم راضيني لسبب مش هو ما كانوا يستاهلوا اكتر من كده، لان ده الحكم جاي من ما كانش قدامنا ولا دليل مادي. هم ظبطوا الدنيا ويعني كان عندي سبب عندي يقين بالله، وقلت لها حماته من اول يوم، قلت لها من اول يوم، قلت لها بتقول لي انا معايا الجاي ومعايا السلطه ومعايا المال، قلت لها وانا معايا ربنا، واللي معايا ربنا عمره ما يضل ولا يضل ولا يمل ولا يكل ابدا. ايه سبب فرحة حضرتك بقى؟ فرحة بالعدالة، بالعدالة، بعدل ربنا ظهر، بعدل ربنا. طب بنته دلوقتي قاعدة مع مين؟ مين؟ بنته. ايه؟ بنته. ما عندوش، ده بقى ابنه. ابنه قاعد مع مين؟ معايا يا بيت ابوه، في بيت ولاد. هتقولي ايه؟ على فكرة يونس ما اعرفش ان انا جاية، لأنه كل ما اكلمه يقول لي اقفلي على القصة دي، انا لا مش عايزة كده. القصة دي هو مش عايز يسمعها؟ الولد متقبل الموضوع ازاي يعني؟ خالص؟ لا. مدرك ازاي ده؟ بيقول لك قصه معقوله ولا خير؟ يونس شاف كل حاجه، هو شاف القصه، هو شاف كل حاجه. يونس عاني، قعد سنه لحد يعاني من الخضه. حضرتك يعني اهلتي نفسيا؟ يا نهار ابيض، وديته لدكاتره نفسيين، وديته للتاهيل، وديته دلوقتي في المدرسه، وما شاء الله عليه يونس بيقيم الصلاه في المسجد دلوقتي. كان جاي ما بيعرفش يمسك المعلقه، كان بيمسكها مقلوب. انت دلوقتي بقيتي الاب؟ ما كانش بيعرف يعني ايه بياكل ايه؟ ما كانش بيعرف لما يخش الحمام. دلوقتي انت بقيتي الاب والام. انا كل حاجه لليونس، زي ما ربيت ولا حرقت بيونس ان شاء الله، وانا متاكده برضه عشمانه في الله خير ان ربنا هيطول في عمري وهيديني الصحه، وهربيه تربيه دي. انا رحت الكعبه في قلب الحرم، دعيت حوالين الكعبه كده ان يكون من حمله كتاب. ما حدش من اهلها يسال ان يكون من حمله، والحمد لله حافظ دلوقتي بيسالني كتاب. وعدك ووفيت وعدك لولاء من اول جلسه انك تستمري انك لحد ما القرار والحكم يصدر ده يعني على المتهمين. كلمه الولاء ورساله ليه يعني؟ قول لي يا ولاء من يومها وانا قايله له يا ولاء حقك هيرجع، قول ان شاء الله، وان شاء الله الدنيا ممر والاخره مقر، وان شاء الله باذن الله حق ولاء هيرجع. ما حدش من اهلها حاول ان هو ياخد الولد؟ من ده مش من حقهم ياخدوه، مش من حقهم ياخدوا يونس، لان امها اصلا بتعرف في كلمه التحريض، وهم كلها كده مسجونين، ما عندهمش ملهاش اهل، اهلها كلها في السجن، ما عادش الا والدتها ولا قضيه التحريض. طب هو اتجوز واحده اهلها كلهم في السجن من الاول ليه؟ هي دكتوره وبقى دكتور عيون، واحنا كلنا نعرفها، ده دكتوره، ده ابوها اللي لف، ابوها اللي لف عليها وخدها، وعرف في السعوديه، كانوا اصحاب في السعوديه. ابوها وهو هي وكلها كانوا في السعوديه. واللي بيقولوا عليا الناس اللي بتقول ان انت السبب في الموت، ولا لا انا مش السبب، هقول لك ان شاء الله تدويها انت وهي اللي تقول عليا كده، لان انت ما تعرفيش ابني عاني قد ايه. انا فاكر. طب السبب ان هو اتجوز واحده ثانيه عليها كان ايه؟ من التعب. ما انت لما تشوف ابنك مكلوم 6 سنين ومش قادر يتكلم، لان هو اللي اختارها، هو اللي مش قادر يقول لي لما فجر وقال لي انفجر من كتر التعب. خليها تجاوب بس بيت السؤال. كلمني وقال لي يا ماما ابعتي لي اي حد عشان انا عندي جايبين لي بطاقيه في قلب الشقه. كلمت البواب والحق يا رجا. كانت اخر مكالمه بينهم. طب لما هو قعد معاه قال لي الحق يا حاجه، ده الدكتور عنده بلطجيه في قلب الشقه. قعد معاها 6 سنين. كلم الدكتور اسماء، قال لها يا اسماء الحقيني لحسن، خلي ماما تتصرف، تبعت لاي حد لحسن. وقت ارتكاب الجريمه حماته بعتت رساله لرماء. ده هم وهم في قلب الشقه بتاعتنا، هم ارتكبوا الجريمه، قالت لها صوروه وانتوا بتضربوه عشان يسيبوه. فاحنا قدرا كده عشان ربنا بس يكشف الحق، عرفنا الرساله دي واحنا في النيابه قدام القاضي، وده في النيابه الواد بيلعب بالتليفون، فجوز بنتي خد التليفون منه وبدور على الماسنجر على رساله دي. طب هو قعد معاه 6 سنين، 6 سنين دول بتقولي ان هو كان قاعد. طب ما طلقهاش ليه من الاول؟ إيه؟ ما طلقهاش ليه من الاول؟ وطلقها مرتين. طيب. وانا اللي رجحتها. لسبب، عشان الولد، عشان هي كانت يعني هقول لك ايه، كانت مش زوجه. مهما عيلة بنته اتعلمت، انا معايا عيله كلها دكاتره، بس في الاول وفي الاخر ما رجعت للبيت، ست بيت مش عارفه تاكلها، ما بتلبسش، ما بتعملش حاجه خالص، ما بقاش حاجه، ما بقاش هو ما حكالي بعد 6 سنين. انا ما كنتش بتدخل في حياتهم خالص، انا شاريه لها شقه جنب امها، انا شاريه لها شقه بفلوس انا. طب زوجته الثانيه انت اللي اخترتيها ولا هو؟ والله هو يا بنتي ولا اعرف، ولا شفتها ولا اعرف، قلت له اللي يعجبك انت اللي هتعيش مش انا، وما بتدخلش. رماء طلبت من ولاء انه يطلق زوجته الثانيه قبل ارتكاب الوضع، وقبل ما حياته تنتهي بلحظات يعني في التحقيقات. ده اللي انا عرفته من التحقيقات. بس انا ما
انا ما شفتش زوجته. قالت لك ايه؟ ما اكيد زوجته حاجه تتبسط. ما قالت لي امراه ريم، قالت لي ريم بنت ناس قوي، مين ريم متربيه قوي، بنت ناس قوي. اه زوجك ولا الثانيه بنت ناس قوي، بنت ناس وبنت ناس، مش مؤهلات. مش قاعده معاكي ولا قاعده فين؟ هي مؤهلات، ده معاه دكتوره، دكتوره في القانون. بتعامل ابني ولا ازاي؟ يا نهار ابنها كل يوم جياله، كل يوم جايبه لها هدايا، وكل يوم بعيد الام ما بتنساميش. ريم بنت ناس. الاصول دي يا جماعه غاليه قوي. المؤهلات يعني هي ما اثرتش معايا. المؤهلات اي حد يتعلم، لكن مش اي حد يربي. المؤهلات دي صح. اي حد يتعلم. طيب ممكن رساله من حضرتك لولاء بعد تأييد الحكم من القلب بقى؟ اقول له الله يرحمك يا حبيبي، وانا كده مستريحه وانت في الجنه ان شاء الله. شهيد، انا شفت 20 نوم في حلم شهيد. قول له يا ماما انا ما موتش، انا على فكره مش مفتقده ولا ايه؟ بيجيلك يعني انا مش حاسه ان انا مفتقده. اهل مكالمه بيجيلك زياره في بيقول لك ايه؟ ايه اللي بيحصل بينكم؟ بقول له انت مت يا ولاد، انت حلو، بشوفه حلو، بشوفه مش حلو. قول له يا ماما انا ما متش، بس ادي ريم حقها. كل ما كلمني يقول لي ادي ريم حقها. ريم اللي هتلقى الثانيه كان دايما بيشتكيكي من رماء. طبعا طبعا طبعا. انا اقول له معلش واقول لها ويشهد عليها ربنا، انا حاجه ثلاث مرات وهو اللي بحججني، يشهد عليها ربنا ان انا نصحتها افضل من مره. دايما بيشتكي من طبعا. وقال له معلش بكره تبقى كويسه. يا حرام عليك يا ولاء، احنا معانا ثلاث بنات، ما تشتريش عليا. يقول لا مش مشتري يا ماما. انت كنت بتحاولي تبنيها عشان ما يخربش البيت او والله يضيع. يا بنت اقول لها يا بنت كل راجل له مفتاح، شوفي مفتاح جوزك فين وريحيه. كل واحده تاخد عينيها عينين الراجل. ابن ولاء ما جاش معاك ليه النهارده؟ ابن ولاء قافل الاسيل هو ما يعني رغم انه لسه صغير بس فاهم ومدرك اللي بيحصل. يعني بيقول ايه على مامته؟ بيقول رماد، بيقول لي رماد، ما بقولش ماما، بقول له لا ماما. قال لي لا ماما اللي تقتل جثه تبقى شماما. بيقول لك انت ماما؟ هو بيقول لي انت ماما. بيقول لك انت ماما؟ اه بيقول لي انت ماما. بيقول لي انت ماما، بيقول لي انت علمت. والله البارح قايل لي انت علمتني كل حاجه يا نانا، والله انت علمتني كل حاجه. يعني هو عارف النهارده ان في جلسه النهارده، عارف، ورفض ان هو يجي. لا لا ما كنتش اجيبه، نفسيته عشان نفسيته. انا راعي نفسيته. ابني ولاء هو ولاء على فكره، ده تيبيكال ولاء. انت اهلتيه تاني ان هو يرجع؟ تيبيكال ولاء والله. اهلتيه تاني نفسيا؟ نفسيا ومعنويا ومعانا النهارده محامي المجني عليه، هيكلمنا عن تفاصيل الحكم برفض طعن المتهمين بمقتل صيدلي حلوان. حضرتك اتكلمنا النهارده عن الحمد تفاصيل. لله رب العالمين، ما بينك وبين الله ولا ازاي. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، النهارده قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا من كل المتهمين، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتهم من 10-15 سنة، من 15 سنة من المتهم الأول للرابع بالإضافة للمتهم السادس، وعشر سنوات للمتهم السادس والخامس والسابع، بالإضافة إلى قبول طعن النيابة العامة شكلا وموضوعا، وتشديد العقوبة الاحترازية المراقبة الأمنية ليهم خمس سنوات بعد خروجهم من السجن. يعني هيروحوا يمضوا في السجن مراقبين، ممنوع يسافروا، يروح يمضوا آسف في الاسم اللي هو في دائرتهم، ممنوع يسافروا، ممنوع يتعينوا في وظيفة حكومية. الحمد لله رب العالمين. يعني شايف ان الحكم ده كان من 10-15 سنة ده مناسب ليهم؟ طبعا احنا بذلنا مجهود في القضية في الدرجة الأولى أمام محكمة الجنايات لإثبات الحق، والحمد لله حصلنا على حكم مرضي، لأن لا تعقيب على أحكام القضاء المصري، حكم مرضي. ويكفي أن النيابة العامة طلبت تغيير القانون، ويكفي أن القاضي الجليل رئيس الدائرة في أثناء نطق الحكم طلب تعديل من المشرع، تعديل القانون الخاص بهذه الجرائم للتشديد، ولا يحدث ذلك مرة أخرى، لكي تكون لكل عقاب، لكل جريمة عقاب الرادع، لكل من تسول له نفسه ويقوم بهذا الفعل. تصنيف الجريمة كانت ضرب أفضى إلى موت أو دفعوه للانتحار أو ما كانتش؟ تصنيف الجريمة في الأول بداية كان قالوا انتحار، وكلهم كانوا مصرين أنه انتحر بشخصه. إحنا حاولنا نثبت أنه هو قتل، ولكن كانت المعوقات أكثر من تقرير الطب الشرعي، إلى أن عوقب الحمد لله رب العالمين أنه هو احتجاز وضرب وإهانة.
تم ألقي به من شرفة منزلي بالدور الخامس. الطب الشرعي فصل فيها ايه؟ موضوع ان هو اتقتل في الاعلى للأسف الطب الشرعي لم يفصل في شيء ان هو قال لك جاهز الحدوث وجاهز عدم الحدوث، ما فيش شبهة جنائية. ولما جينا ناقشنا الدكتورة الحمد لله الحمد لله، طبعا احنا لن نخوض في تفاصيل القضية، خلاص اصبحت في المحكمة. النهاردة تم تأييد الحكم من محكمة النقض والحمد لله رب العالمين، بل وقبول طاعة، قلنا الحمد لله في محكمة النقض، قلنا عشتوا معانا اللي حصل كل بيننا وبين المتهمين ودفاع المتهمين الى النقض وانضمام فريق عمل يا جماعة شوية كده. طيب كمان تطور.